تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة، ومنها أعمال إزالات ورفع مخلفات تمهيدا لبدء إنشاء مشروعات سكنية وخدمية لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة التي تضم مناطق إسكان مختلفة لأكثر من 5000 وحدة سكنية و120 منزلا بدويا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى طريق دائري بعرض 40 مترا وطريق تجمعي بعرض 20 مترا وطريق شرياني بعرض 36 مترا وطريق داخلي بعرض 12 مترا. سيادة الرئيس جه هنا وعمل جولة مرة واثنين وثلاثة وإدى أوامر. الطريق اللي انت واقف عليه ده جديد، ده جديد، ده اتعمل جديد. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نفتح الطرق ونشيل يعني بالتراضي مع الناس ومع الأهالي، عشان برضو ايه اللي بيتشال ده بيتشال اهو ليه مكان. يعني مش عايزين نرمي الناس في الشارع برضو، يعني اللي بيجي يمضي معانا عقد ومديله شقه في 500 شقه اللي موجودين هناك دول بنهد مكانه. فده النهارده شغالين فيه.